إنسايد جيم بيستضيف الرئيس الفخري لنادي بيبلوس نبيل حواط وقائد الفريق علي بردة. شو هو طموح الفريق الجبيلي لهالموسم بعد اقترابه من التأهل للمربع الذهبي؟ وهل رح يشهد الفريق أي تغيير على صعيد الأجانب؟ إنسايد جيم بيفتح ملف جوليان خزوع، أسباب مغادرته للنادي الأخضر، وشو رح تكون ردة فعل الإداريين واللاعبين، وهل رح يرجع الخزوع للفريق؟ إنسايد جيم استثنائياً 3:30 على الـ LBCI والـ LDC.